تعيش المملكة العربية السعودية في يوم المرأة العالمي اليوم عصر ذهبي، وبفضل قرارات تمكين المرأة في كافة المجالات بفخر وبكفاءة نسائية مكافحة استطاعت أن تكون في قائمة المنجزات. طبعا كيف ترى مستشارة القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي جوهرة الجطيل اليوم العالمي للمرأة السعودية تحديدا؟ أكيد حنتكلم مع الأستاذة الجوهرة الجطيلي بالاستوديو. حياك الله أستاذة أهلا جوهرة. وسهلا أستاذة منى، أهلا وسهلا. أول شيء كل عام وأنت بخير. بخير وصحة وسلامة. الدكتورة يعني كرمت أو عفوا أستاذة الجوهرة كرمتي نظير مبادراتك الوطنية طبعا عشان تعززين روح التكاتف بين أبناء الوطن، أبغى تكلمين عن هالجانب هذا. بلا شك أن أبناء المملكة متميزين في جانب معين ربما لنا كثير من المناطق في العالم، وهو اللحمة بين أبناء الوطن من كافة المناطق. نادر جدا والحمد لله قليل جدا ان احنا نرى شخص لديه تحزب او عنصريه او اي بعد ضد الاخر، دائما في اخاء، دائما في تكامل، دائما في لحمه، دائما في تعاون حقيقه. الانسان السعودي او المواطن السعودي ابن هذا الوطن، بعيدا عن اي تصنيفات او بعيد أي مناطقية، وهذا كان مفهوم المبادرة. جميل جدا. طيب أستاذة الجوهرة أباك تعطين شوي نبذة عن كونك مستشارة بوزارة التعليم إذا ممكن. أنا حقيقة متخصصة في مجال إدارة الأعمال، وتحديدا التخصص الدقيق مجال القيادة والإدارة الاستراتيجية، وهذا المجال يعتبر من المجالات العريقة والحديثة في أنا معا في علوم الإدارة. في القطاع الحكومي يعد من المجالات الحديثة، ونعمل على عدد كبير من المبادرات لتفعيل مفهوم القيادة ولإعداد قيادات الصف الأول والصف الثاني وفق المعايير الدولية. طبعا هناك دورات، هناك برامج، هناك مشاريع كبيرة لتأهيل هؤلاء القيادات مثل ما قلت بأساليب وطرق عالمية معتمدة في علم القيادة. نعم. طيب بشكل عام كيف تقرأين دور تمكين يعني دور المملكة الآن بتمكين المرأة طبعا بشتى المجالات؟ حقيقة ما يحدث للمرأة السعودية خلال هذه السنوات البسيطة جميل جدا، بل رائع، بل متميز، لم يكن في التوقعات حقيقة ولم يكن في الحسبان. اختصرنا في هذه السنوات البسيطة ما كان يجب أن يحدث في سنوات طويلة. هذا التأخير لم يكن حقيقة مؤثر، لأن المرأة السعودية دائما ذات تحدي وذات إصرار، تفوقت على نفسها حقيقة. يعني خلال هذه السنتين أو الثلاث سنوات وجدنا قامات سعودية متميزة جدا ظهرت في الأضواء، كانت رائعة وجديرة بالتمكين حقيقة. طيب اليوم نشوف يعني في أهمية كبيرة لدمج المرأة بالوزارات والهيئات، أبغى من وجهة نظرك كيف تشوفين يعني أهمية دمج المرأة؟ المرأة كانت موجودة في القطاع الحكومي والخاص يعني على مدى سنوات طويلة، لكن ربما ما كان لها هذاك الحضور وهذاك الدور الرئيسي في خصوصا في مجال القيادة أو في القيادات، خلينا نقول قيادات الصف الأول. لكن في عصر التمكين الآن برزت حقيقة، هي كانت موجودة ولكنها برزت وأعطيت الدور الحقيقي ومكنت الدور الحقيقي اللي يجب أن تتبوأ من فترة طويلة. أثبتت نجاح كبير لا شك في القطاع الحكومي في القطاع الخاص، أثبتت دورها الأساسي، أثبتت أنها إنسانة عملية، أثبتت أنها إنسانة متميزة، أثبتت أنها إنسانة ذات طموح وذات مبادئ وقيم في ذات الوقت. جميل. دائما في عندنا رسالة إحنا نحب نوصلها باليوم العالمي للمرأة، حنا وصلنا رسالتنا يمكن أول الحلقة، وإيش رسالتك أستاذة الجوهرة اليوم؟ والله رسالتي للمرأة السعودية أنه كوني قوية، لأن المرأة السعودية هي مجموعة من القدرات اللامحدودة. صحيح صحيح. طيب أستاذ الجوهرة يعني أبغى أعرف دائما حنا عام عن عام يعني ويوم عن يوم حنا دائما نفكر إيش الشيء الجاي، إيش الشيء اللي بنتوقعه، إيش المرأة حتكون إن شاء الله بإذن الله، إيش توقعاتك أنت للمرأة السعودية؟ احنا دائما كمتخصصين في علوم الاستراتيجيات دائما ننظر لكافه الامور او كافه التطورات خلال 5 سنوات 10 سنوات قادمه، ما ننظر لها يعني في فتره ثانيه ولكن ننظر لها في فتره مستقبليه. حقيقه المراه السعوديه وضعتنا كاستراتيجيين في حيره، لان
يعني ما كنا نتوقع خلال 5 سنوات أنجزتها في سنة، وما كنا صحيح. نتوقع في 10 سنوات أنجزتها في سنتين، ولكن بلا شك توقعاتنا كبيرة جدا. الدور المرأة السعودية في المستقبل في كافة المجالات حقيقة، الآن المرأة السعودية وصلت إلى سفيرة، وصلت صحيح. إلى شخصية متميزة في صناعة القرار، وصلت إلى مشاركة في كافة المجالات ومشاركة فعالة، يعني ليست فقط صورية. في كثير من دول العالم نجد المرأة مشاركتها صورية أو مشاركة خلينا نقول خجولة. ترضية أو خجولة، أو دائما تكون يعني ذات أبعاد محدودة، لكن مشاركة المرأة السعودية كانت قوية جدا، يعني فاقت التوقعات. الآن صار دور المرأة أستاذ نعم. الجوهرة، صار دورها تبادر، صار دورها تسعى، صار دورها إذا عندها حاجة ممكن تقدمها مختلفة تقدمها. بلا شك بلا شك، خصوصا في عصر التمكين في الدعم، الآن في دعم للمرأة كبير، صحيح. المرأة اللي قدمت مبادرة معينة، المرأة اللي قدمت فكرة، مقترح، مشروع، تطوير للعمل، تطوير لذاتها، تطوير لأسرتها، وجدت الدعم الكبير من القيادة الحكيمة. صحيح، ودائما داعميننا ودائما واقفين بجنبنا طبعا ودائما سانديننا. لكن لو نيجي عن جامعة نوره والمبادرات اللي فيها، كيف تشوفينا؟ والله المبادرات في التعليم العالي متميزة حقيقة على كافة الجامعات، والجامعات كجزء من الوزارة قامت بدورها في تمكين المرأة، وكان تكليف الدكتورة إناس العيسى كأول مدير جامعة كسيدة سعودية مثلج للصدر حقيقة، ومحفز لكافة الفتيات الجامعات أنه يكون مدير جامعة امرأة سعودية، وهي جديرة بذلك كشخصية قيادية. طيب، دائما نشوف انه الوحده لو كانت مثلا شخصيتها قويه او حتى ممكن انها تبادر او تعطي حاجه، تلقينها شوي تترجع لورا. نبغى كذا تحفزين المراه انه اللي عندها شيء فعليا تعطيه، اللي معها حاجه ممكن تقدمها للبنت، ممكن نستفيد منها حنا، ممكن انها هي تقدمها. صحيح، هذا يعد واحد من العقبات اللي تواجه المرأة السعودية، وربما يكون هو جزء من الراسب اللي خلقت في فترات في المجتمع السعودي، أن المرأة الآن تكون مثل ما تفضلتي متخوفة من طرح مبادرة، متخوفة من طرح مشروع، متخوفة من التصريح برأي معين أحيانا، متخوفة من القيام بدور، تخشى أنها تفشل في هذا الدور. هذه الرواسب ستنجلي سريعا سريعا ستنجلي بإذن الله تعالى. إن شاء الله دائما نتمنى للمرأة الأحسن أستاذة الجوهرة، ودائما نتمنى لها أنها تكون قائدة طبعا. وأنها تكون قادرة أنها يعني تمشي لقدام، وإذا عندها شيء زي ما ذكرنا أنها تعطيه من غير ما تكون خجولة بإذن الله بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذة الجوهرة. العفو، الشكر جزيل لكم، وعام سعيد للمرأة السعودية بإذن الله تعالى، ودائما نشوفها فخر، مصدر فخر ومصدر اعتزاز في المحافل المحلية والدولية. يعطيكي ألف عافية، وأنت أكبر فخر أستاذة. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. خلونا نطلع فاصل، وأكيد راجعين مكملين.